مسألة التعاقد مع كيلوبالي أنا عارف إن كانت أولوية أولى بالنسبة للجهاز الفني. قول لي بقى إيه اللي حصل. شوف دلوقتي الناس اللي بتتابع الصفقات وبتعتبر إن الصفقات ده عبارة عن سبق، مين يجيب أكتر مين يعمل مين، إنما هو بالنسبة للنادي الأهلي دائما دائما الصفقات هي ما يحتاجه الفريق. الناس طلبوا دعم الدفاع، فجه الجزار وجه تحت السن وجه علاء احمد علاء وجه اخيرا كولوبالي. فانت جبت ثلاث اجيال، واحد منهم خبره افريقيه عريقه جدا كولوبالي ده، سالف كولوبالي المالي هو مدافع مازيمبي الكونغولي اللي فاز مع مازيمبي بتاني العالم، دي مهمه يعني مش، وهو اتمرن مع كارتيرون ده مرنوا في كل حته. فانا مرنوا في مازيمبي ومرنوا في منتخب مالي ومرنوا في النادي الامريكي اللي كان كارتيرون فيه. اذا هو في قناعه من الراجل بيه بالظبط. دلوقتي الحته دي اصبحت بالنسبه للنادي الاهلي ما عندكش مشاكل فيها. عندك نجيب وعندك ايمن اشرف وعندك سعد سمير وعندك هذا الثلاثي اللي ذكرناه، وعندك رامي ربيعه اللي رامي ربيعه رجوعه سالما باذن الله هيدي لك اضافه لثلاث خطوط. الوسط المدافع اللي انت بتدور على حد، والسرد باك والباك رايت. فربنا رجعه بالسلامه لان انت كسبت كده ثلاث لعيبه. يعني لو هو يرجع معافى باذن الله ويوصل لجاهزيته انت عندك واحد يلعب لك في اي حته. تمام. اذا تم التعاقد مع سليف خلاص كوليبالي. احنا ما عرضناش سنتين، هو يعني من 3 4 ايام انهينا اجراءات، ولكن كنا منتظرين الكشف الطبي عشان لما نعلن يبقى ما فيش اي ثغره في هذا تم الامر. تم التاكد من